مساكم الله بالخير يا حبايب، عساكم على القوة. اليوم بكمل لكم القصة، الجزء الثاني من قصة البنت. طبعا لما وصلنا الحوية واخذت التلفون وبدأت تكلم خالتها، انا جالس في نفس الغرفة جالس اسمع الكلام، ما حاولت يعني هي ترخي صوتها، لا جالس اتكلم عادي. انا اخذت ملابس اخواني ولبستها وطلعت في الشارع على اني ولد، وانا الان مع ناس ماني عارف ايه، طردوني من البيت، بغوا يذبحوني، بغوا يسوون. انا لما سمعت تقول كذا خلاص تعرف يوم تجيك من الركب تنافض ما تيش تسوي، انا فصلت السلك على طول من الجدار. انت بنت ولا ولد؟ قالت انا بنت، اسمي كذا كذا كذا. يا الله، يعني وقتها من جد يعني في هذيك الأيام نشوفها مصيبة كارثة، مرة شيء يعني في الأحلام ما يجيك زي كذا، يعني شيء غريب غريب جدا في ذيك الأيام. وقفي لا تتحركين، خليك مكانك لين يجي راعي البيت. والله انتظرنا راعي البيت لين جاء، وأشر له قلت يا حبيبي هذه بنت وديني بيتنا. كيف؟ أنا لما قلت بنت انبسط هو بعد. ما من ناحيتي أنا لا أخاف، أخاف حتى لما أكلم بنت، والله ذيك الأيام أرتجف ما أعرف. أما هو انبسط، قلت أنا مالي صلاح، وديني بيتنا بسرعة حرك يلا. والله وجاء خوينا الثاني وعلبناه، انبسطوا الاثنين. إلا أنا اللي من جد كنت أشوفه يعني أشوف موقف محزن، قسما بالله أشوف موقف محزن، يعني بنت زي كذا في الشارع مع ثلاثة أنفار ما تعرفهم، والله يا حزنت عليها. لكن ما بيدي حيلة، أنا خفت وقتها. وإحنا في الطريق كتبت رقم جوال، ما هو جوال، ما في جوال ذيك الأيام، رقم التلفون حق البقالة، كان عندنا بقالة، كنت أجلس في البقالة كثير، أنا أجلس أساعد العمال وهذا. كتبت له رقم البقالة، قلت إذا احتجت شيء اتصلي على الرقم هذا. كتبت اسمي سعيد الزهراني، ما هو ترقيم، والله ما هو ترقيم، لا يعني رأفت بحالتها، فهمت. والله حطوني عند البيت فحطوا، عرفت، استودعتها الله وراحت، وصيتهم. المهم اليوم الثاني بالضبط الصباح، الله يرحمك أبوي ويغفر لك، صحيت من النوم إلا أبوي صحيني، صحيت من النوم ولا ابوي صحيني، صحيت من النوم من ابوي صحيني، قوم الشرطه تبغاك عند الباب. يا ابوي من جدك؟ قال انت ايش مسوي، ايش سويت المصيبه؟ ترى عشان اخوياك في الشرطه جالسين مسوكين، دوب يطلع من الباب يلتقطني العسكري في الكابرس، ذيك الأيام كابرسات دوريات، طالع الأخويا اثنين السلاسل طالع في الدورية الأخويا راكبين السلاسل في رجولهم في يدينهم، والله تقول مسوين مصيبة. إيش فيه عسكري؟ ولد لا أتكلم، أي وين رايحين؟ قالوا شرطة الحوية. شوف أنا في الشمالية في الطائف، قالوا شرطة الحوية، مسكوا فين في الحوية؟ وكلم رأي السيارة جنبي، إيش فيه صار؟ سويتهم؟ قال أبد، بعد ما نزلتك رحت نزلت الثاني، يقول حتى ضحكت عليه قلت له هنزل البقالة وشرط شرط بالبنت رأي السيارة، عرفت كيف؟ استغفر الله. يقول انبساطة ما تمشينا وأكلنا، وفي الليل وقفنا في البرحة حقت
انتر كونتنترال اللي في الحوية في برحة ساحة قدامك، كانت تجمع فيها السيارات وجلسات وشباب والأهالي والعوائل والأطفال بالسيارة كلهم، برحة كبيرة مزفلتة واللي معه سيارات ريموت، يعني هوايات كثيرة كانوا يمارسونها في البرحة ذيك. يقول أنا فرشت فلاشي برا ومن السدح ويجالس في السيارة البنت وترفع صوت المسجل تطب عليهم الهيئة، يقول يكلمها المطوع يا ولد ليه رافع صوت الأغاني، يقول تطير في المطوع ايش دخل أهلك أنت عرفت، ينزلون المطوع بس يقول من كفين كفين وشارونا على القسم. يقول لما نفسخ الكوت من البنت عرفوا انها بنت، ما عرفوا انها بنت لما فسخوا الكوت شافوا يعني صدرها و... فهمت عرفوا انها بنت، اتصلوا على اهلها وجو اهلها. يقول جاء لسانها طويل جالسة تتكلم عن المطاوعة عرفت. يقول قصتها انها زمان بلغت عن اخوانها حق المخدرات وانسجنوا، لما طلعوا من السجن بغوا يذبحونها وشردت، خافت وشردت من البيت، وهذه سالفتها يا حبيبي. المهم انه كلنا بواكير قعدنا في التوقيف يمكن 3 أيام 4 أيام وانحكمنا جلد اختلاء، راعي السيارة لا اكل ممكن 60 جلدة، احنا لا من 25 انا والثاني. وهذه السالفة سالفة بنت العقيق وفقكم الله.